كمان في نفس الوقت الجهاز الفني دلوقتي بيحاول يشوف مين اللي هيكون جاهز الفترة اللي جاية، موقف عمرو السوليه، موقف طاهر محمد طاهر، ياسر ابراهيم موقفه بسيط يعني مش هياخد وقت طويل عشان يرجع الفترة اللي جاية، انت بتتكلم بس في يوم او اتنين، ولكن السوليه لا قدر الله اصابة العضلة الخلفية ممكن ما تسمحش ان يكون موجود في المعسكر، هل الجهاز الفني يفضل انه يسافر ويباشر برنامجه التأهيلي هناك؟ كل دي تفاصيل بالتأكيد هنحاول نعرفها الفترة الجاية، عندنا ملفات كتيرة وعندنا موضوعات مهمة، ولكن الأول عايز أتكلم على تدريب الفريق، النهاردة التدريب اليوم الثاني قبل السفر بكرة، بكرة مش هيكون في تدريبات، السفر صباح في الصباح الباكر إلى النمسا، كل التفاصيل أكيد هنروح دلوقتي لزميلنا كريم أحمد اللي موجود حالياً في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف منه آخر المستجدات بعد ما كان معانا امبارح واتكلمنا في تفاصيل مهمة في المرحلة اللي جاية، النهاردة أكيد كريم عنده مستجدات قبل سفر الفريق بكرة. كريم مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. عايزك تطمننا على حال الفريق، طبعا إصابة السولية في العضلة الخلفية هل هتسمح بسفره عشان يباشر تأهيله هناك، ولا الجهاز الفني هيفضل بقائه في القاهرة؟ قائمة مباراة السوبر اللي امبارح اتكلمنا عليها الجهاز الفني هيتعامل معاها ازاي؟ اخر الاخبار عندك بالتاكيد، وعايزين نطمن منك على حاله الفريق قبل السفر بكره الى النمسا. يعني طبعا يا محمد هبدا معاك في البدايه، يمكن طبعا احنا كنا متواجدين مع بعض امبارح اتكلمنا على التدريب المسائي اللي كان لفريق النادي الاهلي، وتم تحديد النهارده للتدريب في تمام الساعه السادسه، لكن يمكن امس بعد انتهاء التدريب وفي ساعه متاخره يمكن كان قرار مهم من مستر كولر ان يكون في تدريب صباح اليوم، يمكن هو كان تدريب بمغلق اعلاميا بالنسبه للتصوير، لكن الراجل كان بيعمل بعض الامور الخاصه بالكوبر تيست، امور كده طبعا كلها تقنيه وكلها فيها علم وفيها طبعا امور عديده جدا للجهاز الفني. حضور اللعيبه النهارده كان في تمام الساعة العاشرة، ساعة و15 دقيقة انتهى التدريب، وطبعا منتظرين بداية الفترة الثانية في تمام الساعة السادسة. يمكن زي ما بقول لك النهارده يمكن أول الأيام لمستر كولر أو لفترة الإعداد، يكون في فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، لكن بأكد على هذا الأمر إن يمكن تدريب الصباح كان مغلق إعلاميا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. يمكن أنت سألت محمد طبعا على موعد القائمة الخاصة بالسوبر، سألنا أمس طبعا على هذا الأمر، مستر كولر بأكد لك وبقول لك إن يمكن عقب انتهاء التدريب هيكون في الرتوش الأخيرة على القائمة، لأن مفيش وقت خلاص، في ميعاد طبعا محدد بالنسبة لإرسال القائمة، الراجل بيحاول بشكل كبير جدا من خلال استشارات للجهاز الفني، الجاهزية الطبية لكل لعيبة، مين ممكن يكون متواجد في القائمة، فأكيد كلنا منتظرين النهاردة إن شاء الله بإذن الله مساء إعلان القائمة الخاصة بالسوبر. السولية ويمكن كمان طاهر، خالد عبد الفتاح، كل اللعيبة طبعا اللي اشتكت من إصابات، إمام عاشور أيضا كمان، ياسر إبراهيم، كل اللعيبة دي محمد بأكد لك إن هي هتكون متواجدة مع معسكر فريق النادي الأهلي في النمسا، يمكن قلنا ان في متسع من الوقت كبير جدا، اللي هيبدا ياهل هناك هياخد بعض الايام وبيبدا بعد كده يخش تدريجي في التدريبات، اللي فاضل له حاجات بسيطه جدا هيبدا يخش في التدريب بشكل كامل، فالراجل هيستعين بكل اللعيبه، ويمكن قلنا كمان معتز وزعلوك بالنسبه طبعا للناشئين، من الواضح ان هم هيكونوا متواجدين ايضا كمان مع بعثه فريق النادي الاهلي المتوجهه الى النمسا، الراجل طبعا بيحاول ان هو يشرك كل اللعيبه، العدد مهم جدا لفريق النادي الاهلي في هذه الاعداد المهم جدا، مباراتين وديتين ان شاء الله باذن الله يكون فيهم استفادات فنيه بشكل كبير، لكن بناكد على نقطه كل المصابين يا محمد ان شاء الله باذن الله، يعني اللي فاضل له فتره بسيطه هيأدي طبعا بعض التدريبات في النمسا ويشترك ان شاء الله في المباراه الوديه سواء في المباراه الاولى والثانيه، لكن الحمد لله محمد الامور مطمئنه جدا، كل الاستعدادات الخاصه بالسفر انتهت، يمكن قلنا الكابتن خالد بيبو ايضا كمان يمكن كان متواجد صباح اليوم في المطار، امور طبعا كلها تنسيقيه واجراءات خاصه بالسفر، لان ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير جدا في نجاح هذا المعسكر اللي باذن الله يكون ليه مردود كبير على لعيبه النادي الاهلي، موسم صعب مليء بالبطولات، محتاجين ان احنا ناهل كالنادي الاهلي، اخر معسكر يعني اتذكر ان هو كان معسكر في اسبانيا كان 2019، فالمعسكرات بتكون مهمه جدا في انطلاق الموسم، اتحرم النادي الاهلي من المعسكرات في ضيق الوقت وترابط المباريات وايضا كمان البطولات، لكن ان شاء الله محمد تكون استفاده كبيره جدا في المعسكر، والنهارده ايضا كمان باذن الله تكون استفاده في التدريبات اللي واضح ان هي بادئه بكل قوه تدريبات بدنيه، لكن الامور الحمد لله محمد مطمئنه جدا في البدايه ان شاء الله. اذا تاكيدا لكلامك يا كريم، القائمه مباراة السوبر أمام اتحاد العاصمة النهاردة في اجتماع للتحضير للقائمة وإرسالها غدا على السيستم المتعلق بالاتحاد الإفريقي، كمان القائمة الإفريقية اللي احتمال يبقى 32 أو 33 لاعب، طيب بكرة السفر للنمسا هيكون بحوالي أكتر من 30 أو 32 لاعب، يعني القائمة بالكامل هتكون موجودة في النمسا، هل في تفاصيل ممكن كمان من رئيس البعثة تفاصيل متعلقة إن كولر هيسافر بالقائمة الإفريقية بالكامل اللي هيسجلها خلال الساعات اللي جاية؟
انت عارف طبعا يا محمد، يعني الراجل بيكون في قرارات بتكون مهمه جدا، فبننتظر بعض من الوقت، بننتظر بعد انتهاء التدريب، بنحاول ان احنا نتخصص طبعا حقائق في هذه المعلومات، لكن باكد لك يعني في خلال الساعه القادمه تحديدا يعني بس نخش نشوف الاجواء، يكون لنا استفسار مع الكابتن خالد بيبو، كل الامور دي بتكون مهمه جدا، لكن حتى هذه اللحظه يعني ما نقدرش نقول معلومه. انت عارف بنبقى يعني حريصين جدا ان احنا نقول المعلومه الصحيحه والدقيقه، سواء من خلالك، من خلال برنامج الترند، او من خلال ايضا كمان قناه الاهلي، فده امر مهم جدا، لكن في خلال ان شاء الله الدقائق القادمه يكون معانا معلومات مهمه جدا تفيد كل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر اكيد كل معلومه من خلالنا ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. زميلنا كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، لو عندك اضافه اخيره او كلمه اخيره تختم بيها كلامك. لا يعني نقدر نقول بكره بمشيئه الله زي ما انت قلت محمد، يعني سفر مباشره ان شاء الله الى النمسا، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون معسكر ومفيد بمشيئه الله ان شاء الله، وبالتاكيد زميلي فاروق صلاح يكون متواجد يوميا مع قناه النادي الاهلي في كل البرامج، ينقل كل الاجواء الخاصه، امور بتكون مهمه جدا وكواليس بتكون مهمه جدا، كل جمهور نادي الاهلي محمد بينتظرها ان شاء الله من خلالنا ان شاء الله. شكرا لك يا كريم، وكل التوفيق يا رب للاهلي في رحله النمسا استعدادا للموسم الجديد. كان كلام مهم جدا على التحضير ل مباراة أو معسكر النمسا عشان مباراة اتحاد العاصمة.